لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بماء زمزم وباقات الورود، هكذا استقبلت شركات الطوافة بمكة المكرمة حجاج الخارج بكل حفاوة وترحاب، وسط أجواء روحانية يعيشها ضيف الرحمن، يغمرها فرحة الوصول إلى مكة. الاستقبال اللي كان موجود هذا استقبال متواضع، ليس بالمستوى للحجاج، ولكن على قد يعني خبرتي وعلى قد وضعي إن أنا عملت الاستقبال الحلو ده. تاني حاجة، إحنا مسخرين إن إحنا نكون 24 ساعة تحت الخدمة، في أعضاء مجموع المركز تقريبا 24 شخص كلهم مسخرين على مدار الساعة إن هم يخدموا الحجاج أو ضيوف الرحمن، ويظهروا بالصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية ولدولتنا العزيزة الحبيبة على قلوبنا يعني صراحة. تعمل شركات الطوافة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج، وذلك في ظل الخدمات الجليلة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيف الرحمن مناسكه بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان. أنا جدا جدا فخورة إني قدمت في خدمة حجاج بيت الله الحرام، كان شعوري جدا جميل بالنسبة لي كأول مرة إني أخدم حجاج بيت الله الحرام، مرة كان حلو لما شفتهم مبسوطين، يعني حسيت بشعور جدا عظيم من الفرحة، حتى شفت واحدة قاعدة تبكي من الفرحة، فمرة حركت مشاعري وحسيت يا الله قديش احنا بنسوي شيء بسيط بيفرحهم. مشاعر الحجاج لا توصف بفرحة الوصول إلى الديار المقدسة، وألسنتهم تلهج بالدعاء شكرا لله بأن جعلهم ضمن قوافل الحجيج في هذا العام. تسهيلات والله بصراحة، كل الأعضاء المكتب أو المركز نقول يعني قائمين هكذا لخدمة الحجاج، بجنبنا يعني حتى في استقبال الحجاج وفي تسكينهم، يعني يسهلون لنا كل الأمور ويستجيبون لكل طلباتنا. الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا رؤيتكم ولقاءكم، الحمد لله الذي رزقنا النزور إليكم، بارك الله فيكم، والله استقبلتم وأكرمتم غاية الإكرام، هذا هو دين الإسلام، هذا هو أخلاق الإسلام، فرحنا برؤيتكم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة. أفضل الخدمات وأعظم الجهود تقدمها شركات الطوافة لحجاج بيت الله الحرام لإثراء تجربتهم الدينية ولضمان راحتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. لقناة إقرأ، ماهر بن صديق، مكة المكرمة. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد